السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدنا، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كما نعرف الأغلبية ديال الجالية اللي عايشة في أوروبا هذه مدة ما نزلتش للمغرب، والسبب كما تعرفون كلكم هذا الوباء. نطلبوا ربي باش يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير لكم واحد الجولة في طرقات إسبانيا المؤدية إلى ألميريا، مالاغا، موتريل. أنا عارف بلي الأغلبية اشتاقوا لهذيك الطريق، فتمتعوا معنا بطرقات إسبانيا وجبالها وطبيعتها الخلابة، فتابعوا معنا الفيديو إلى الأخير. هاد الاشجار اللي راكم تشوفوا معنا على الطريق كلها اشجار ديال اللوز. هاد المنطقه معروفه باللوز ديالها، فيها اللوز بكثره. شوفوا معنا المناظر الرائعة والخلابة. We'll be right back.
إخوة الكرام، باش ما نملوش بالطريق غادي ندخلوا لواحد ستاسيو كذلك تفكروا الذكريات مع لي ستاسيو ديال اسبانيا. ورانا وصلنا للستاسيو، ولكن للأسف ستاسيو خاوي يدور فيه ديوبة. يا حسرة من كان ستاسيو ما تلقاش حتى البلاصة فين توقف. اليوم خاوي، يعني هذا الوباء خرج على الاقتصاد بصفة عامة، ولكن الجو يعني صيفي 100% والشمس حارة. الأخوات شوفوا معنا هذا المنظر الرائع، ديور مبنيين في الجبل الداخل، يعني حافرين الجبل وبانيين ديور. شاهدوا معنا.
الخوت انا من نشوف هاد البلاكا اللي مكتوبه بالعربيه، الشهيه ديالي تفتح والنفسيه ديالي كذلك تتحل. واش حتى انتوما بحالي؟ بالنسبة للأخبار اللي كنا نسمعوها وما زلنا نسمعوها ديال أن إسبانيا حيدت البياج بصفة نهائية، الخبر غير صحيح. غادي نخرجوا دابا الطريق ديال مالاغا، غادي نمشيو لمالاغا. كاين هذا البياج اللي رانا واقفين فيه اللي الثمن ديالو صراحة رخيص، 3 أورو و55. بالنسبة لي أنا شخصيا نفضل الطرقان ديال إسبانيا على طرقات فرنسا وبلجيكا. شوفوا معنا المنظر الرائع، جبل عوض باش يحفروه ويديروا الطريق في وسطو، خلاو الجبل كما هو وحفروا وداروا التونال. شوفوا معنا المنظر الرائع. وهنا الخوت نفس الشيء كذلك، خلاو الجبل كما هو وحفروا التونالات باش تفوت لتروت لتحت. الخوت الى عجبكم الفيديو نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتحاولوا ديروا لنا جيم وتخليوا لنا شي تعليق تحفيزي باش نستمروا ان شاء الله في اعطاء المزيد. سيادنا وصلنا للنهاية ديال الفيديو، نتمنى نشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.